في الفيديو ده هنرد على الأسئلة اللي انتوا سألتوها في آخر فيديو بتاع الأسئلة. النهارده معانا كابتن احمد عمر. ازيك يا كابتن؟ جو ديبر واعملوا سبسكرايب. اول سؤال كان من يحيى جمال بيقول الطفو افضل في المياه العميقه ولا المياه الضحله؟ طيب اول ممكن اقول طيب انا هو الاول السؤال ده يعني محتاج بس تعديل. في فرق بين ميه البسين وميه البحر. يعني بره الميه العميقه والميه الضحله في فرق. الميه اللي فيها ملح فدي فيها كثافه فالطفو فيها بيكون احسن. عميق او ضحله مش مشكله. يعني مية البسين طفو فيها بيكون يعني اضعف شويه. هو قصده في البسين. البسين من وجهه نظري يعني او مش من وجهه نظري، من اللي انا قريته يعني بحثت في الموضوع شويه لقيت ان الموضوع هو هو. انا كنت مجرب عارف ان هو هو وقريت تاني لقيت ان هو هو. فالموضوع هو هو بس القصه كلها في الاسترخاء او ان انت خايف او لا، او لو انت في البحر فتحتك مفيش حاجه فممكن تخاف. وقصه البحر والبسين ان هو بيقولوا البحر عشان لو انت بتطفو على الشالو يعني او على الشط الموضوع بيكون صعب عشان الموج والكلام ده، انما جوه الموضوع بيكون اهدى شويه بس الموضوع واحد بالنسبه للبسين يعني. تاني سؤال من كريم علي بيقول سني 21 سنه وعايز اخد الثري ستار، ازاي انضم للنادي وانضم ازاي لمنتخب مصر؟ اول حاجه ما دام سنك معدي غالبا ال 16 بيبقى ليك رقم عشان تاخد الثري ستار. هعرف لك بالظبط واكتب لك في الديسكربشن يعني، بس الموضوع محتاج يكون انت بتعوم كويس يعني عشان تاخد الثري ستار. بالنسبه لدخول منتخب مصر، منتخب مصر بيكون ليه يعني ايفنتات او سباقات لو جبت فيها رقم اقوى رقم اقوى كام رقم بتخش المنتخب. واحيانا بياخدوا من المنتخب الناس بتاع الجمهوريه والكلام ده. في الموضوع محتاج انك تكون قوي جدا جدا عشان تخش المنتخب، يبقى ليك رقم قليل جدا يعني. طب كل حاجه طيب للراجل ده هو في سباقات سباق الماسترز اللي فوق ال 30، انت قدامك فرصه يعني انك تنافس ناس بسنك. ايوه كريم علي. بالنسبه لكريم علي يعني بس تعليق كده صغير، هو في سباقات اسمها الماسترز دي بتبدا من سن 30 سنه، انت ليك فرصه انك تنافس فيها مش محتاجه ستارز خالص. يعني انت ممكن تاهل نفسك دلوقتي خفيف واحده واحده تفكك من 3 ستارز ديت وتفكك من سباقات ومنتخب مصر والقصه دي، لان انت متاخر سنين، متاخر سنين كتير جدا يعني عن الهدف ده. فحط هدف يناسبك شويه. محمد محمود ازاي اظبط النفس وازاي اعمل عجله برجلي بس؟ ازاي اظبط النفس؟ هو ممكن يكون نفسه يعني احنا مش فاهمين السؤال قوي فخلينا نرد على الشقين. اظبط نفسي اطول نفسي او ولا اظبط نفسي ايه اظبط السعه الهوائيه او ان هو يطول نفسه يخلي نفسه اطول يعني. تنظيم النفس دي حاجه ليها علاقه بالسباحه، انك يعني في عاملين فيديو في حته يعني هنشير ننزل بقى البص هتلاقينا في الشمال او اليمين هتلاقي حاجه ظهرت هنا دي بتاعه الفيديو تنظيم النفس. لو عايز تطول نفسك اتمرن كتير يعني انزل المايه كتير. لما توصل ان انت خلاص قوي جدا في انك بتنزل بتعوم مسافه حط برنامج بقى تدريبي والكلام ده. هو بالنسبه للعجله اعملها برجلي ازاي بس، هو في كام تكنيك انت لازم تتعلمه الاول تشغل فيه جسمك كله اطرافك يعني ايدك ورجلك ووسطك وظهرك بالظبط زي الفيديو. طب ما نحط لينك نحط لينك الفيديو في فيديو انا عملته عن العجله بكذا نوع يعني منها العجله اللي انت عايز تعملها بالظبط ديت، يا ريت تشوفه هيفيدك جدا ان شاء الله. تمام يبقى اتفرج على الفيديو اللي هيظهر هنا او هنا. انت كله فيديوهات يعني الحمد لله احنا عاملين فيديوهات تسهل علينا الرد يعني. كينج المصري، هل فتح العين مضر للعين في حمام السباحه؟ مضر لفترات معينه يعني بس هو مضر لفترات معينه يعني اوقات معينه. على اول حاجه لازم نظافه البسين، تاني حاجه لو انت عندك مشاكل في عينك لازم تراعي الكلام ده، اخر حاجه بقى انت هتفتح عينك امتى وتقفلها امتى وتفتحها قد ايه وتقفلها قد ايه. هو مفيد لسلامتك لو انت مثلا وقعت في البسين مثلا في اي وقت مش منظم ان انت تنط يعني، فمفيد انك تفتح عينك عشان تشوف انت فين. دي نقطه السلامه لو خلصنا منها يبقى بعد كده لازم تلبس نظاره. الكلور خطر جدا على العين بالنسبه، وكل ما قل السن كل ما الخطر زاد. فدي حاجه ده كلور بس، لو المايه فيها كلور وكيميكالز يعني او كيماويات فالموضوع خطير. اضافه بقى للبيبي او الناس اللي بتعمل حمام في المايه فالموضوع مضر يعني كتير. ولو في شوايب في المايه او حاجه زي كده فالموضوع مش مستحب، بس لازم تعمله في الاول عشان
لازم تعمله في الاول عشان سلامتك. فانت لازم تبقى بتعرف تعمل الاثنين عشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه مش هتفينا النضاره يا جماعه عشان هنزل اغطس مش مفيش الكلام. بيقول انهي افضل بنضاره ولا من غير نضاره في مرحله التعليم؟ مرحله التعليم هو انت لازم تتعلم هو اكيد غير. هو من غير نضاره في الاول خالص عشان السلامة عشان السلامه بالظبط كده. اه صح. رحاب الزغبي بتقول فوبيا الماء هل ليها حل؟ اكيد طب فوبيا. طب بالنسبه يعني في فوبيا يعني فوبيا ايه؟ عصبيه ولا انت بتخافي من ميه ولا غرقتي قبل كده زمان وانت صغيره ولا ايه بالظبط؟ طيب هو اي مشكله ليها حل طبعا. هي يعني عندها خوف بتقول بخاف اطفو بعيدا عن سور المسبح. طيب اي مشكله ليها حل. التدرج او التدريج بتاع اللي انت عايزه تعمليه. يعني مثلا انا عايز امشي فقبلها لازم اكون بعرف احبي، قبلها بعرف اعمل حاجات كتير قبل ما انا اقوم اجري مره واحده. ففوبيا المايه بتتحل بس القصه كلها تتحل تاخد وقت. مثلا ممكن لازم يكون حد معاكي يعني. صح تمام مظبوط. يعني لازم يكون في حد معاها عشان هي مش هتعرف تتغلب على الفوبيا دي لوحدها. الموضوع هيبقى صعب. لازم يكون في سبورت، لازم يكون في حد فاهم مدرس هو بيعمل ايه بالظبط عشان ما حد تثق فيه. يعني حد تثق فيه هيعوض موضوع الخوف من المايه. انت الخوف من المايه عدم ثقه في المايه فمحتاجه حد تثق فيه عشان الموضوع يبقى متوازن الى حد ما. انما انا خايف من المايه وهنزل اتعرف على يعني واحد بيخاف من الضلمه كده فقوم حاطينه في اوضه ضلمه لوحده فهيخاف. طب ما ممكن ندخل حد معانا نمسك في ايده في الضلمه مش ايا كان. يعني لازم حد يعلمك ولازم تبقي ملتزمه في مواعيد التمارين والحاجات دي. ما بتيأسيش يعني الموضوع ممكن يطول معاكي فانت ما تيأسيش. دي مدرسه بتقول عندي مشكله في دخول الماء في الاذن. هي يعني مشاكل الودان بتتلخص في الحاجات اللي مزمنه. يعني مبدئيا كده لما الواحد ينزل ميه ويقعد يتحرك شويه بيعوم بقى بيتحرك عشوائي بيلعب بيعمل اي حاجه الميه دخلت في ودنه فممكن وقت يطلعها ان هو يحط ايده على ودنه كده ويهزها جامد او يهز راسه كده عشان الميه يحس ان ودنه سلك. دي اول حاجه. تاني حاجه لو حصل مضاعفات بعد كده بعد فتره ما وحس ان ودنه ورمت او فيها وجع او في صداع في الحته دي اول حاجه لازم دكتور لازم يحط قطره عشان هيكون فيها فطريات. بعض الفطريات هو لازم بقى ساعتها يعني بعض القطره والعلاج يحط زي ما كابتن مصطفى قال في 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 حاجه زي اللبان كده او الجل بتتجمس صدليات بتحط بتقفل الحته بتاعت الودن دي كلها. بس ريت لما تتقفل يعني تتقفل الحته دي كلها عشان ممكن الواحد يسد ودنه بس يسيب حته مفتوحه فتدخل ميه فالدنيا تخرب ما تدخل جوه تتسرسب كده خفيف وتتسد فتعمل مضاعفات اكتر. فاول حاجه العلاج. تاني حاجه الالتزام بفتره الاستشفاء اللي هو يعني في عدم فتره عدم نزول ميه فتره نزول ميه خفيف فتره تحط وشك فيها في الميه فتره لا. فيا ريت نلتزم يعني حصل وجع جامد لو حصل وجع جامد لازم دكتور لازم دكتور. طيب اخر سؤال معانا عمر سليمان بيقول عندي فوبيا ايه الحل وجربت اتعلم حصه. يعني السؤال مردود عليه منك انت. حصه واحده صعب يعني انت محتاج محتاج وقت طويل لو انت موضوع الفوبيا ده هنتكلم عنه باستفاضه ونجيب ناس عندها فوبيا وايه اللي حصل قبل وبعد. لان احنا لما بنمرن حد مثلا عنده فوبيا الموضوع حتى لو طفل موضوع الفوبيا ده بياخد وقت والكبار يعني بيكون في نفس الصعوبه او اصعب شويه او ايا كان. للاسف المايك فصل في الاخر بس الحمد لله كنا ردينا على معظم الاسئله. بنتمنى يكون رد الاسئله مفيد بالنسبه لكم وبنتمنى اي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنتس عشان نرد عليه في الفيديو بتاع الاسئله المره الجايه. ما تنساش تعمل سبسكرايب ودوس على الزرار بتاع النوتيفيكيشنز عشان لما نعمل فيديو جديد يجيلك في النوتيفيكيشنز. ولو عايز فيديوهات تعليم سباحه للكبار اعمل سبسكرايب لصفحه جو ديبر بينزلوا فيديو كل اسبوع.